أنا عاشق هالوطن عاشق مواطن هذا أنا من زمان أنا عاشق هالوطن عاشق مواطن هذا أنا من زمان دايم عندي أمل دام كل شيء حصل دايم عندي أمل دام كل شيء حصل خلوا كل شيء علي بس 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 لو صلت صوب السياسة أنا من طبع الكياسة لو صلت صوب السياسة أنا من طبع الكياسة عالم وعندي فراسة حتى لو تبغي النحاسة خلوا كل شيء علي بغيت شارع شارع بسرعة تفتوك اسمعني عدل أيها القوم سلاما أيها القوم سلاما إن بغيتوا إنجليزي ولا فصحى عربية المهم ذاك الشعار الأبدي أبية أمة واحدة إيه أبية خل عيونك علي تشانك تبي تبقى نايم خل عيونك علي تشانك تبي تبقى نايم أنا حدب لك مهر أنا لي في المجلس الشان الكبير أنا لي في المجلس الشان الكبير مع ربعي صداقة العمر أرفع المرفوع ونصب من نصب أرفع المرفوع ونصب من نصب والنتيجة ترى خير كثير والنتيجة ترى خير كثير سنة أولى مجلس سنة أولى مجلس أول ما تجلس الكوب والأخير في الترتيب العاشر المرشح سيف الرقروق أشعظونه بس كسر ظهري يبا ما طلعت النتيجة الرسمية انطر ايه يا يما هذا حلمي 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 البارح حلمانة فيك لابس بشتك ومرتز على كذي كرسي خضار يبرك من بعيد يكسر العين وله 10 ريول كرسي له 10 ريول يا يما انت بس لو تبطلين هالاحلام احنا بخير هاو 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 وليش انا احلامي لا تخطئ ابدا انا قلبي حاس انك بتنجح يا ولادي وبتدش المجلس عاد عقبها اصير اختي العضو سيف الرقروق من الحين ابيك تخليني وكيله مساعده يا مشو انت من صدقك توك مشتغله وتبين تصيرين وكيله مساعده مره واحده ايه اللي صاروا احسن منها يعني لا تنسى انا رئيسه لجنتك النسائيه كنعان يمه قمشو انتوا تدرون ان انا ما احب الوسايط الا للمظلوم وينك يا ابو سيف وينك ما تي وتشوف ولدك صار عضو اولا الله يرحمه ويغمد روحه لينا ثانيا فرز الاصوات ما خلص وانا العاشر يعني على طريف ويه لا تفاول سيوف ما ادري ليش اعصابك بارده كذي
يعني شنو؟ ما تفرق معاك تنجح ولا لا؟ ما تفرق معي، أنا ريال أول مرة أترشح وما أعرف شنو أصلاً قاعدة الانتخابية. أنا بالأساس ترشحت لأني والآن مع نتائج الدائرة وهناك تغيير في الترتيب. يا رب سيف صرت التاسع يا رب. الأول ولا التاسع كله ناجح، بس الأول أكشخ شوي. هناك تغيير في المركز الأخير في الدائرة، المرشح سيف الرقروق يتراجع للمركز الحادي عشر. لا شفت شلون فاولت على عمرك؟ هذا حلمي، حلمي البارحة حلمت فيك انك بثانية متوسط وطلعت له 11 على صفك. يما تكفين خلي احلامك الحين. وين اودي ويهي من الناس؟ اخوي ساقط؟ والله طرطرة، انا اللي ما خليت دوانية ما وديتك اياها وعرضت ويهي حق اللي يسوى واللي ما يسوى، اخرتها بح. ماكو مجلس؟ شا سوي يا ربي شا سوي؟ أشك هدومي؟ ايش فيك مستذبح الكرسي أكثر مني؟ شا رشحت نفسك؟ أنا صانع الملوك ما أقدر أصير ملك. وبهذه النتيجة تقريباً قد وصلنا للمرشحين العشرة الأوائل. خلاص قفال، كان عن كلم اللي أجرنا منهم الخيمة خلي يشيلونها وحاسبهم. سكر التلفزيون قماشة تكفين سكر التلفزيون. أف أعزائي المشاهدين، هناك تطور في نتيجة الدائرة، يبدو أن عد الأصوات لم ينتهي إلى الآن. لم ينتهي؟ يعني في أمل؟ هذا حلمي حلمي حلمي. نطروا نطروا شوي خل أسمع. وفي تطور عجيب يحسم صوتان المركز العاشر في الدائرة. في المركز العاشر يصعد المرشح سيف الرقروق وبهذا يصبح نائبا ممثلا للأمة. صارت سيفوه سويناها. شوي شوي كسرت ضلوعي. ألف مبروك نجحت، أنا مو مصدقة. أنت هدني بتكلم. آسف من الفرحة. آي وينك يا أبو سيف؟ وينك؟ ولدك صار عضو بمجلس الأمة. أنا ناذرة نذر إن نجحت ما أدش المجلس إلا وإنت لابس بشت أبوك المرحوم. يمة إيه عاد ليش؟ إني بشت جديد، بشت أبوي قديم وأنا خابرة إن هذا مال عرسكم. لا يمة لا، أنا نذرت بس أبوي كان أطول مني، يعني البشت مو مقاسي. سيف لا تخرب هالفرحة، أمي ناذرة وخلاص، قصر بشت أبوي لبسه. إيه صح، أنا أودي أقصره. إيه جذي أوكي. اسمه صوت؟ الله إيش هاللي جاينا؟ تستاهل والله تستاهل. هلا والله هلا، يبارك بعمرك. سيوف ما تذكرني؟ اسمح لي. لا والله طالع ويهي عدل، ما ذكرتني؟ لا 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 والله أنا ندور رفيجك في الابتدائي. ما أذكر هالاسم بصراحة. لحظة لحظة، ولأول شفت أنت وين قاعد؟ مو الطاولة اللي يمك على اليمين؟ لا مو اللي وراها ولا اللي ورا وراها، يسارهم. مشكور شكرا شكرا. أنت يا يتبارك ولا تختبر ذاكرته؟ والله اللي خلف ما مات، أنا رفيج أبوك من عمر، أنا أبو جاسم. والنعم فيك عمي، بس أي أبو جاسم؟ خلك من أي أبو جاسم الحين، طالعت لي ورمة هالصوب، تبي تشوفها؟ أطلع لك إياها؟ لا 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 عمي لا تفصخ. إحنا ما قصرنا وفزعنا لك وصوتنا، علاج بالخارج يا أبوك. بسم الله عمي توني ناجح ما مداني. هذا أنتوا يا الأعضاء، تنسون ناخبيكم لو وصلتوا الكرسي. أنا للحين ما قعدت على الكرسي. خلاص خلاص عمي خلاص، عطني أوراقك وما يصير خاطرك إلا طيب. يا جماعة أحب أقول لكم إن سيف على العهد باقي، فهو منكم وإليكم. والله يعيني عليكم. شنو؟ علومك شفيك؟ لا تفضحنا، والله الانتخابات الجاية ما تشم ولا ربع صوت. سمعوني يا جماعة، أنا ما نزلت بهالانتخابات إلا علشان نطور التشريعات والقوانين ونراقب. اخلص علي، في واسطات ولا لا؟ لا طبعا، التطوير اللي اكلمكم عنه بيخلي كل واحد ياخذ حقه بالقانون، يعني ما يحتاج واسطه من احد. شنو؟ لا لا يبقى لا، سيف قصده يقول لكم معامله، نقل، علاج بالخارج، جيش، شرطه، كله عنده. عطوني معاملاتكم. عاش عضونه وعاش عضونه. ايوه عاش عضونه. كان عارش هالسالفة بعد، لا توعد الناس بشيء أنا ما أقدر أسويه. اسكت ولا كلمة، ما حد مضبطك ترى إلا أنا. تدري أنا كم واحد مواعد إنه بعطيه هدوء شعبية حتى جنافي بعد إذا معاجبك. ها؟
وبهذا يكون المركز العاشر من نصيب سيف الرقروق. بالتوفيق للجميع. أنا راويك يا سيف! خش نومه. بسم الله الرحمن الرحيم. خضيت بطني كنعانو. انت من متى هني؟ جود مورنينج عضو. يا حلوك، شبعت نوم؟ انا ما نمت طول الليل، كنت هني بس اطالعك وانت نايم. ليش بالله؟ لاني اول مره اشوف عضو نايم. يا حلوك يا ولد عمي، يا حلوك، عسى الله يخليك ذخر للعائله. مو وقت هالسوالف، خل اروح اجهز ونروح نزهب المكتب اللي بالمجلس. جاهز يا بطل؟ ايه افا عليك، بس قوم خلنا ننزل. وين رايح انت؟ بدش المجلس بعد، وين رايح؟ شنو يعني بدش كذي جطل؟ لا يبا، البس مشتك. وش دعوه هالخبه؟ حبيبي مو بكيفك نسيت ان امك ناظره؟ اوه ذكرتني. كان عانو، انا ما قلت لك قصر البشت. اوه تصدق ان نسيت؟ من الفرحه، من الفرحه يا ولد عمي. ما عليك، كلها خطوتين ودش المكتب. شوف لي وين واصل البشت. خلاص قلت لك نسيت، امسحها بوجهي. ارفعه ارفعه شوي كأنك داش قنبار. الله يستر منك. اوه في صحافه. تقولك الملا تصرح ولا تقول لهم شيء، بس ابتسم طلع ضوج. شكرا. ألف مبروك النجاح. ما هو رأيك بأخر المستجدات؟ السيد العضو سيف ما راح يصرح بشيء. بسم الله، تو داش المجلس، عطوا فرصة. أوبا! هذه أولها. الله يستر.